عندي طبعا هل الزكاه فقط على الفلوس اللي هي مثلا كوديع او كفلوس سائله، ولا كمان على البضاعه؟ فالبضاعه مثلا عندي مثلا مكن مثلا في مخازن في فلوس مثلا على ناس بره واخدين بيها بضاعه بره وحاجات زي كده، هل الزكاه على الحاجات دي ولا على الفلوس فقط الموجوده معايا وعدى عليها الحول؟ تمام يا دكتور، انا فاهم. حاضر يا استاذ محمد. حاضر، ماشي يا فندم، شكرا، بشكرك وربنا يبارك لك يا رب. استاذ عزه، السلام عليكم ورحمه الله. طيب معلش يا جماعه، انا بحاول اخد الاتصالات دكتور على طول. طيب نروح للاستاذ محمد، تقول له ايه بقى في النسبه لزكاه ماله؟ لا ده الزكاه هنا فيها تفصيل، فيها تفصيل. عروض التجاره اولا لا زكاه على الالات، ايوه، انما الزكاه على المال سواء النقدي او العيني. ايوه، باختصار في نهايه العام المالي له، يعني من بدايه المشروع هو بيحصي ما عنده وبيشوف له وعليه، وبيخصم مصاريفه هو وإعاشته وتكلفة المشروع، ضرائب وترخيص وعمالة إلى آخره، بيطلع على الصافي 2.5%. تمام، لكن أصل المشروع يعني الأدوات اللي هو بينتج بيها؟ لا لا لا، مكن والحاجات دي؟ لا لا لا، لا. طيب في عندنا حتتين نتعلمهم. نعم، غير المكن بقى، وحضرتك علمتنا أنه على لكن في المادة اللي هو بيبيعها. لا دي اللي يعني هي السلع، يعني مثلا لو واحد بيعمل بينتج، ومره سالني احد رجال الاعمال، نعم، بينتج سيراميك مثلا، اي نعم، البودره دي لسه يقوم. ما تحولتش، ده كل ده يقوم؟ لا، البودره كما هي، لانها ليست سلعه الان، انما السلعه البلاطه، بعد ما انتجت بالظبط كده، صنعت بالظبط. تمام، بالظبط، نعم، تمام. يبقى اذا في حاله الاستاذ محمد ما اعرفش تجارته في ايه، نعم، الادوات اللي هي الثابته، لا لا لا، المكان والمكن معلهوش اللي عليه اللي انت بتتاجر فيه مع السيد، بيعمل الجرد، جرد سنوي، ايرادات ومصروفات. اما الاموال بقى، هو بقى كان برضو طرح نقطه، ان هو له ديون على الناس. ما هو لسه كنت هسال فيها. احسنت، كلك بركه. العفو يا فندم. ان كان الدين مضمونا، مضمون الرجوع، يبقى كانه في يده يزكيه. يزكيه. اما ان كان هالكا عند مماطل او عند مفلس والعياذ بالله، لا يزكي. الا وقت ما يقبضه، ما يقبضه. اما يقبضه. اما يقبضه. ما بالظبط. تمام يا فندم. نعم. معايا أمة الله، سلام عليكم يا أمة الله. حاجة. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة حضرتك طيب. وسيادتك بألف صحة وسلامة وخير. لو سمحت، أنا عندي مبلغ سائلاه في البوستة لبناتي، جواز بناتي، بناتي كبار مش صغيرين، مش قصر. كويس. ده يجوز عليه زكاة؟ طيب حاضر. هو بلغ النصاب؟ إن شاء الله. لا، بلغ النصاب وحال عليه الحول سنة قمرية، 2.5% على طول. خلاص الدكتور، على الأصل والعائد. نعم، 2.5% على الأصل والعائد معا. على الأصل والعائد كله يضم. نعم، ماشي، وتطلع 2.5%. ماشي يا فندم. العفو، تحت أمرك أستاذ. نعم أستاذة سيدة، السلام عليكم. يا حاجة سيدة، السلام عليكم. طيب معلش يا جماعه، لو الخطوط اتقطعت تحاولوا تاني معلش. طيب احنا كده خلصنا ام صابر وخلصنا الاستاذ